شاهد عام يمكن كانت انكتبت زي ما حكيت قبل ثورات الربيع العربي بشكل عام، انما صار عليها التعريف حتى الاسم يعني ترسخ بعد ظهور ثورات الربيع العربي، لانه ظهر شهود العيان اللي ما كانت معروفه عندها كمصطلح موجود اعلامي. الفكره الاساسيه انه هاي الحاله هي معاشه مش بس عندنا، يعني هي الدكتاتوريه بتفرض علينا واقع، بالتالي نحن بنهرب منه وبنحاول نصوره لبقى في كوميديا سوداء. يعني هي حالات نحن عشناها فعلا، بس بالواقع هي كمان ما وقفت عند فقط حرق صوره، انما الحرب اللي كانت معلنه بالقصه هي ضد حرق صوره، بس هي بالاساس بظروف نظام سياسي اجتماعي متسلط علينا. والاشاره انه مين على مين متسلط؟ هي على الناس الكفاه. بامكان يعني لما تيجي عباره انه بامكانك تعرف المعارض من المعيد من اقدامه، يعني هي بتلخص كل واقع الثورات، يعني انه ليه احنا ثورنا. بالنهايه انا كنت اتمنى انه يموت بطريقه ثانيه، انه يتحاكم، بس قد تكون احيانا هي العقوبه، انه يموت من الغير كمان عقوبه الهيه. حروف الجر هي موضوع بنحكي فيه بعدين. بالنسبة لي عم بكتب عن هيك مواضيع اللي هي كمان بنفس الموضوع. هلا ما بعرف اجاوبك على هيك سؤال، ليه بكتب هيك مواضيع؟ هي دائما الكاتب او الفنان بيكتب عن شيء بحرك احاسيسه ومشاعره، انا يمكن النسوين هون اللي حركت مشاعري واحاسيسي وما كتبت عنها. بس يمكن لانه جيتي متاخره ما شفتي الجزء الأول من الكتابة اللي كانت عن واقع سياسي واجتماعي وعن حالة الذات. يعني هي كانت في مجموعتين قبل ما تيجي، اللي هي ترانيم سورية وكانت في حالات الذات، وبعد ما اجت انت بلشنا بالترانيم السوري. فمشان هيك بس شفتي هاي الجانب، بس ما في سبب محدد بدفعني اني اكتب عن النساء بقدر ما هن النساء او هاي المواضيع هي جزء من حياتنا وجزء مهم من حياتنا. نحن ما فينا نعيش بدون مشاعر او احاسيس او احساس بالطرف الاخر. هاي سبب يعني الحقيقة مقنع. الان عند الدكتوره اشراقه، الدكتوره اشراقه طرحت موضوع، يعني على الاغلب انا ما مهيئ اني اجاوب فيه لانه هذا بده بحاث وكاتبين ومحكى فيه كثير، اللي هي علاقة الأدب بالسياسة. أنا في اللي بدوي بس بهذا الموضوع. الأدب والسياسة لا يمكن أن نفصلهم عن بعض، ولا يمكن نفصل الجنس عن السياسة، ولا نفصل الاقتصاد عن الأدب. بالنهاية هي كتلة من المفاهيم والمنظومات الاجتماعية اللي بتشكل كل فلسفة الحياة الاجتماعية اللي احنا موجودين فيها. هلا أنا كوجهة نظري، يعني يمكن سابقا كانت الشيخ وجهة، بس وجهة نظري انه اقحام السياسي بالادب هو مأساة. يعني اذا بنستعرض التيارات الادبيه اللي مر فيها الادب والفنون من الواقعيه الاشتراكيه الى ما الى ذلك، هي كانت في بعض الاحيان مأساة لصالح السياسي على لصالح الادب. وبرضه مقوله انه الفن للفن كمان برضه مأساة، انه ما بامكاننا نعزل الفن عن الحياة الاجتماعية. فبالتالي هي أنا وجهة نظري إن هي منظومة مفترض تكون متناسقة، قد تطغى السياسة أحيانا وقد تطغى الأدب والفن أحيانا، بس الأجمل إنه نشكل من هاي المنظومتين، خلينا نقول السياسي والفن، شكل جميل بيخدم المجتمع وبيساهم بتقدمه بحريته. بالنسبة للخيانة، هلا الخيانه يمكن مكروهه اجتماعيا، بس احيانا هي كمان رغبه بالتحرر من واقع. انا ما بعرف، يعني بعتقد هلا رح تجنوني يعني يمكن، بس انه اجري بقلبي هلا
يمكن الخيانة بمجتمعاتنا الشرقية لها مفهوم مختلف عن الخيانة بالمجتمعات الغربية. نحن أحيانا لنفترض بحالة الزواج تحديدا هي علاقة زواج أحيانا بتكون حصرية نتيجة عادات وتقاليد. المرأة ترفض معنا عندها القدرة أن تتطلق أو تمشي بطريق مختلف لأن في عادات وتقاليد تفرض عليها هاي الواقع فتلجأ لهاي الخيانة. بينما مفهوم الخيانة يمكن بالمجتمعات الغربية شوي بيختلف عن هذا المفهوم. ما عندهم هاي التحجر، يعني ما احنا عندنا الزواج هو زي ما بيقولوا تبلغ وعقد كاثوليكي. انا ما فيني اطلع لانه المجتمع الحين ضمن المجتمع فبلجا لوسائل اخرى مشان احقق الذات. هلا هاي كمفاهيم اجتماعيه، بس كمفاهيم فكريه ما بعرف. انا بالنسبه لي انه هو حاجه انسانيه كمان الواحد بامكانه يمارسها اذا كان عنده قناعه ورغبه فيها. اختصار يعني حرة أنت تخالفي فيه أو لا، أنا بحكي وجهة نظرك. هاي وجهة نظرك، بس يعني حتى بالمجتمع الغربي هاي ظاهرة مرفوضة. لا هي بغض النظر مرفوضة، أنا بحكي عن الأسباب. أنا بحكي عن الأسباب التي أدت هون للمرأة بإمكانها ما معجبة بهذا الشخص أو الزوج بإمكانها تتركه وتروح تعيش حياتها بطريقة مختلفة. عندنا مجتمعنا الشرقي ما في تمارس هاي المسألة نتيجة العادات والتقاليد. طيب سؤال، هل إنه إحنا نسمع؟ أنا هعلل بعدين. ممكن في سؤال ورا وممكن بعد ذلك تضيفي كلامك. أيوه. أنا مش هنسمع صوتك بس. معلش يعني أنا عندي ملاحظة يعني كل القصص يعني كل وقت تلاقي قصة كنت بنتظر ألقى في واحدة من الشخوص دول وفي فالعالم ده ما في يعني. زول يعني شخص يعني زوج شخص شخص طيب اوكي. على فكره هي كلمه لغه عربيه فصحى زي ما معروف في السودان هي انا ما عارف الكلمه من غير اللغه دي يعني معلش. لا لا اتفضلي كملي. الكلمه السودانيه ما في تتكلم اللغه دي لا عادي نحن اكثر بس احنا مش سامعين. خلينا نوصل معلش انا يعني منتظره من جديد يعني اي لحظه كده في قصصك منتظره يكون في نفر واحد شخص واحد وفي يعني كل الكتابات خيانه يعني انا محبطه بصراحه يعني معلش. الحاجه الثانيه يعني كون الخيانه حاله انسانيه انا طبعا اختلف معاك وانا عارفه ان وجهه نظرك. انت قلت الكلام مربكه حاله انسانيه مربكه لازم اي حاجه مربكه مع انسانيه. نمره اثنين يعني انت بتبرر الخيانه بتقول هي يعني عشان الخروج من الواقع ده معناه انت بتجد مبرر للخيانه. يعني اذا اي زول حيقوم يكون مل من الواقع بتاعه ويقوم يغير زوجه او زوجته او كده فمعناها شغلانة يعني حتبقى فيها ركه ومعناها ما في وفاء اصلا. اشيل اصل في البني ادم اللي هو يعني الاصل في الانسان الوفاء. لكن الخيانه دي حالات متفرقه لكن انت عم يعني لا راجل لا مرأة ما في وفاء. انا برايي يعني اوكي لا يعني نسمع بعضك نسمع بعض. لا هو عادات والتقاليد لها ايجابياتها ولها سلبياتها. في لها اشياء احنا بنعتز فيها بس بنفس الوقت الجوانب السلبيه ليش نحط الدم كله على العادات والتقاليد؟ ليش ما نحاول نبني مجتمع مدني حقوق المراه فيه تتساوى مع حقوق الرجل؟ اذا انا مش مبسوطه مع شخص معين خلص كل واحد يروح بطريقه. انا هذا رايي الشخصي بس احنا نحكي بالمجتمع العربي ما في فرص كثيره بعدين ممكن الواقع بالنسبه لو في سؤال وبعدين فرصه القصه الاولى اللي ذكرتها بالفعل تعطي صوره واضحه عن المجتمع في العهد الدكتاتوري. فهي مجرد ما انطلقت الشراره الاولى بدي حرق الصور والى اخره كان الناس كانت تنتظر يعني هذا السكوت اللي ضمن الضغط انتهى. فهذه هي اللي العاده اللي بتصير بكل شفناها
تونس، شفناها في مصر، شفناها رغم كل هذا ما زالت تتكرر الان بالسودان الحمد لله نجحت، وننتظر برضه بالجزائر تنجح حتى يكون بالفعل بدء الربيع العربي يعطي الثمار اللي احنا كنا ننتظرها. الحاجه الثانيه ما بدي ارفع عليها اللي القصص القصيره، بس علاقه الادب بالسياسه. الواقع الادب ما هو الادب؟ الادب هو الوعاء اللي بنحط فيه، ممكن نحط فيه سياسه، ممكن نحط فيه شو اسمه، كيف نصير الوضع هذا هو هذا الوعاء اللي بنحط فيه. ففي ناس كثير بقول لك لا السياسه ما بتصير مع الادب، كيف؟ طب كيف بدي انا افهم الوضع السياسي تبعي اذا ما اجى باسلوب راقي اللي يوصل لي الرساله هذه؟ فناس كثير زي ما تقول بيعملوا تابو بقول لك لا ابدا الادب الادب ادب والشو اسمه ببضع، يعني بصير الادب قلة ادب لما بسكت انا عن الوضع اللي السيء اللي بيعيشه المجتمع، وانا ساكت كاديب بقدر اصير واكتب واعبر عن مشاعر الناس. شكرا. نعم. اول شيء بشكر البيت العربي وبشكر السيد نزار، يعني بس بدي طبعا هي القصه القصيره من اصعب الفنون الادبيه، فبتطلب من الكاتب انه يعطيك الفكره في اسطر ممكن او ممكن بصفحه، يعني قدر نزار انه يوصل لنا الفكره وبدا بدايه قويه بالقصه الاولى يعني، وبعد انتقل للقصص الثانية اللي هي فيها أخذ ورد وعلاج لبعض قضايا المجتمع. فشكرا لك والله يعطيك العافية. طبعاً هذي الكلام؟ لا أنا بس بدي روزة حكيت شغلي مشان المرأة بمجتمعات عربية لا تستطيع ترفض واقعها وتقول والله أنا ما عجبني هذا بترك كل شيء، لأنه محاصرة للمجتمع لانت هيك بالمره بتفوت على باب جوزها بتموت كمان بتروح بتطلع لا هيك بيقولوا يعني من باب جوزها هيك، فبدها تكون جرأه عند المراه الثقافه يعني ما تخلي المجتمع يحاصرها وتطلع منه. انا عملنا كثير مثقفات عندنا ما قادرين يقولوا بدنا نتطلق لانه المجتمع كسره، بينما هون انت باوروبا الوضع يختلف يعني لدرجه بالدليل انه في كثير نساء سوريات ونساء عربيات طلقوا ثانيا بس هيك كثير. تحرر المادي لعب دور ضبط. قبل ما اعطي الفرصه انا ربي الثاني انه هي دي قصص يعني قصص بتحكي الواقع يعني ما بالضروره انا ما اعرف نزار حيقول شنو، لكن ما بالضروره انه لما اكتب قصه ولا لما اكتب قصيده بالضروره هي تمثلني انا او تمثل اراي. ممكن القصص اللي هو غراها بتوضح مدى الرقه الموجوده في مجتمعاتنا فيما يخص الخيانه، فيما يخص الطلاق، فيما يخص كثير من المشاكل. اعطيك فرصه. ايه هلا بشكل عام يعني انا ما بحط حدود مطلقه بارائي حول المرأة هنا أو حول الرجل أو حول المجتمع. أنا زلمة بكتب بالأدب، ما عم بناقش هنا مسائل هي قوانين أو حدود المرأة أو حدود التي يجب على أي إنسان أن يكون فيها، هي وجهة نظر في النهاية، وإن كانت حتى وجهة نظر قد لا تعكس وجهة نظري تماما مطلقة، بس أنا بشوفها كحالة فنية. إذا مهمة الأدب، واحدة من مهام الأدب هي التقاط الحالات الخاصة. نحن ما بنكتب عن أي شيء والله نزلت واشتريت بصل وانطبخت شيء، أنا بلتقط حالة إنه يمكن الطريقة اللي اشترى فيها البصل شكلت لي حالة فنية مشان أكتب عنها. بالتالي أنا لما اخترت هاي المواضيع وين كنت السوداني سامعيني؟ نعم. عم بحكي بلغتي هذا بصير مش إنه شافت هذا الزول هاي الأزوال المختلفة الموجودة في حالات خاصة. ها شفت شكلي؟ شهادة على كلامي. ايه لحظة خليني أكمل. هي حالات خاصة تم التقاطها. بالتالي يعني أنا ما عممت بهاي على النساء. أنا زي ما حكيت ما بنكر إنه أنا بشوف إنه حالة من الانعطاق اعتبريني عبثي اعتبريني بادي اي شيء بدك اياه هي بالنهاية وجهات نظر بالحياة. المسألة هي ما
مطلقة هنا، الاختيار لحالات خاصة. بالمقابل أنا لما أكون أحكي مثلاً عن الثورة كمان أنا ما مطلوب مني إني أفوت بتفاصيل وتاريخية أحياناً، أنا بكتب تصوري ووجهة نظري عن هاي الموضوع، ونفس الشيء عن النساء، يعني هي التقاط لحالات فنية خاصة هيك بتدخل حواسي أنا تحديداً أنا كنساء، فمشان هيك بكتب عنها. ممكن الدكتورة إشراقة تشوف الموضوع نفس الموضوع من جانب مختلف وتكتب عنه. الخيانة مش هي طبعا، احنا بننتقد كل الأمور الموجودة بالمجتمع، وأحيانا بيكون من المهم جدا إنه نختار ما هو سلبي ونكتب عنه. فمش بالضرورة، لا ممكن أحكي لك قصص أخرى عندي، قد تكون ذات علاقة بالجنس، قد تكون لها علاقة بالوفاء المطلق بالنهاية، بس هي مناقشة حالة مثل حالة أنثى الغراب. أنثى الغراب يدان الرجل دائما بالخيانة ولا تدان المرأة مثلا. هاي حالة قد تكون اجتماعيا مطروحة وقد لا تكون مطروحة. هاي هي المسألة. ما بنكر إنه الوفاء كمان مهم وحالة كثير مهمة جدا وهيك، بس ما مطلوب أكتب دائما أنا عن قيس وليلى. إيه أنا ما بحبهم هذول أساسا. لا هي برجع بس كمان لموضوع التعقيب على مسألة روزا. دائما وأبدا البيئة لها خواصها المحددة تفرض علينا بكل سلوكنا، حتى الفن، بكل أي شيء نحن بنقدمه بيئة لازم تعكس حالها علينا. العلاقات الاجتماعية بالضرورة وحكما هي نتيجة بيئة محددة نحن عايشينها. فبالتالي الخيانة عندنا بتختلف عن هون. وحكت الأستاذة ثورة إنه عن حالات هي بتعرفها وعايشينها كلنا، ما لها علاقة لا بالثقافة ولا لها علاقة بالبيئة الاجتماعية. موجودة هاي المسألة. والأدب زي ما حكى الأستاذ هو وعاء لهاي العلاقات الاجتماعية بنصب فيه، قد يميل شمالا وقد يميل جنوبا. في سؤال ثاني؟ نعم. هتحكي عن اللغة العربية بس؟ لا، هي هي ما بتحكي. واضح سلمتك. أولا كرد على الأنسة اللي حكت السودانية، أولا السوداني والسوري والعراقي والمصري والفلسطيني، هذول لهجات ليست لغات، عندنا لغة وحيدة هي اللغة العربية. ويا ريت يا ريت اللغة العربية نعطيها حقها. نحن هون بمنتدى أدبي. معني بعد إذنكم، أنا هذا مأخذي دائما على كل ما يقدم، على كل ما يقدم بالبيت العربي النمساوي أو بأي يعني أمسية أنا حضرت. في مآخذ جمة على اللغة العربية، اللغة العربية لا تأخذ حقها إطلاقا. يعني أنا لست خبيرة باللغة العربية، أنا مدرسة لغة إنجليزية. عندي اهتمام باللغة العربية. علي أن أظهر اللغة العربية بشكلها، بجوهرها، بما يليق بها. كيف؟ باللغة العربية أنا أستطيع. إذا كان الأدب لا يؤدي رسالته، فلم يوجد برأيك دكتورة؟ لأن ما فهمت معلش. أولا السودانية ليست لغة، والسورية ليست لغة، العربية هي لغة تجمع كل اللهجات. هي لهجات يعني لهجة. أنا مش جميل إنه نتكلم بلهجاتنا المختلفة، لأنه البيت العربي يعني مش بيحتمل كل التعدد والتنوع اللي موجود في المنطقة العربية. يعني ممكن ناجي لغة شيء واحد، ناجي لغة يجب أن تجمعنا، وإلا لماذا؟ ما الغاية من وجود الأدب؟ أنا بالأدب أؤثر بالسياسة، أؤثر بالفن، أؤثر بالدين، أؤثر بتربية أطفالي بأسلوب لغتي. كيف أدير الحوار؟ كيف نبرد صوتي؟ كيف أسلوبي؟ ما معقول أنا والله بعد حروف الجر مثلا أرفع الاسم الموجود، أو أجعل الفاعل مفعولا، أو أجعل المفعولة فاعلا. يعني أين المعنى؟ ما بصير. هناك لهجات تجعل اللغة عقيمة، تجعل اللغة عقيمة لا تؤدي دورها، لا تؤدي رسالة. أنا برأيي الأدب يجب أن يكون جوهر. هناك لجنة يجب أن تكون قيمة على تقييم الأمور قبل أن تظهر على الملأ. أنا جاي من بيتي بعد كورس لغة، تعبانة، مرهقة،
جيت على البيت العربي النمساوي حتى اسمع ما يليق باذني بذوقي بكل ما يرضيني. استاذه مها هذا رايي. اوكي احنا ممكن مره نعمل محاضره على اللغه العربيه. الفكره هي وصلت. انا بالنسبه لي دكتوره ليس المأخذ على الاخذ ذاك، انا اتكلم عموما. انا حضرت من سنه، وصلت النمسا من سنه، يعني بعد شهر بيصير لي سنه من اكتوبر الماضي لحد الان. يعني في مآخذ دائما على كل ما يقدم، هذا ما بصير. انا ممكن اتبرع بتدقيق اي نص ممكن. هي الفكره ليست بالتدقيق. انا عندي تحفظ كبير جدا، وده موضوع ممكن نتناقش فيه، انه بالنسبه لي الادب هو حاله نفسيه. انا لما اكتب نص اذا رفعت او نصبت بالنسبه لي دي بتمثل الحاله عندي. صحيح لما نجي انشره في مدقق لغوي، معلش اذا عملت الغين غاف او عملت القافين، يعني نحن موجودين هنا. انا بالنسبه لي مهتمه البيت العربي. من سنين خلينا اقول وجهه نظري لو سمحتي. انا موجوده داخل البيت، استفدت كثير جدا، حريصه جدا انه اسمع كل اللهجات المختلفه، حريصه جدا انه اسمع. زي امس مثلا اخ كتبت، كان كاتب قصه على الفيسبوك، مفردات بسيطه تستخدم في سوريا انا ما عندي عنها فكره، لكن لما تستخدم باللهجه المحليه لان دي هي شكلت الهويات المختلفه بتاعتنا. انا بعتقد انه ده موضوع يعني للمستقبل ممكن نحن نقدم محاضره عن اللغه العربيه، لكن بالنسبه لي اللغه العربيه هي ليست لغه جامده على الاطلاق، لغه بتتحول وبتتحرك زي ما نحن قادرين نؤثر على اللغه الالمانيه، عندنا القدره ايضا نؤثر على اللغه العربيه. هو اعتقد انه الموضوع يعني محتاج لمحاضره. ما هي موضوعي انا ما بحكي عن لهجتي، انا مين يحكي بلهجتي؟ انا قصدي لا يجوز تحوير اللغه بحيث تفقد معناها. يعني انا لما عم نحكي عن الفاعل لازم اعرف انه هذا الفاعل مو هذا المفعول. لا ممكن تقولي مثلا موضوع الموسيقى هذه يا رنا. انا بالنسبه لي اي حضور موجود هنا، انا مثلا ممكن كثير من بعض الموجودين هنا ممكن اعرف نفسهم بانهم ليس عرب. اعرف انه في كثير يكتبوا باللغه العربيه وهم ليس بعرب. نحن ما غير ملزمين انه نقول لهم لازم تكونوا عرب بنفس المقدره بتاعت العرب الاخرين. من هو المعيار؟ هل هي اللغه العربيه بتاعت من المعرب؟ ما هو المعيار؟ انا اعتقد انه اللغه العربيه اللغه العربيه في لهجات المحليه، هذه اللهجات المحليه لا يستعملها المثقفون، المثقفون العرب لا يستعملوا اللغه العربيه. اما اذا انت بدك تروحي بمجالات ثانيه هذا كلام يعني مرتبط عليه. اسمحوا لي بس افضل اشتباك هي الفكره بتاعت مها وصلت انه في اخطاء بتحصل كثير وكثير. انا شخصيا مع الاخطاء، واتمنى مثلا كل يوم اخطي عشان اقع واقوم وانهض. ما عندي مشكله حتى في اللغه الالمانيه على فكره، في اللغه الالمانيه ممكن تنصب وترفعي وممكن يقول لك اوكي انا فهمت قصدي، لكن من الصعب. احنا بنتكلم مثلا عن المتطرفين، لكن في نفس الوقت ممكن من داخلنا يكون في تطرف لما انا ادافع بهذه الصرامه عن اللغه العربيه ولازم انا اتبعها كما مكتوبه. ممكن نعمل فقرة موسيقية لأنه أستاذ محمد عزام بيحكي. أوكي محمد عزام. أنا أفضل إنه عزام مقرون لأنه في ناس ما سألت. بالتأكيد يعني جزء أساسي سمعني؟ يعني بالتأكيد نحن في البيت العربي النمساوي للثقافة والفنون مهتمون أن نقدم أمسياتنا باللغة العربية الفصحى بالتأكيد. لكن نحن ندرك المشكلة أيضا. مشكلة أن أنظمة التعليم في العالم العربي الذي أتينا منه في السنوات المؤخرة أهملت اللغة كثيرا، وكثير من وسائل نشر الأدب والإعلام تخطئ في اللغة وتلجأ إلى المحليات وإلى اللهجات فتلوثت. أدرك هذه الصعوبة، يعني هؤلاء الكتاب قد
قد يكتب جيدا نصه على الورق، لكن عندما يأتي على المنصة يلقي نصه يلحن ويخطأ كثيرا. أنا أعرف هذا، لكن نحن نجود في الطريق من خلال الانتقاد، من خلال التنبيه، من خلال أشياء كثيرة. ينتبه الكاتب أن هناك خلل ما عليه أن نعالجه، وهذا جزء من مهمة الندوات، أن ننبه كتابنا إلى أهمية ضبط اللغة. هذه مسألة. المسألة الأخرى التي أثيرت هي علاقة الأدب بالواقع الاجتماعي. الأدب أدب، الأدب ليس مجال للإصلاح الاجتماعي، الكاتب ليس مصلحة اجتماعية، عشان نفرق بين الأشياء. الكاتب يضع عدسة على مشكلات المجتمع ويراها من عينه هو، طبقا للمدرسة التي ينتمي إليها هو. وجهة نظر الكاتب منفردة، ليست هذا بحث اجتماعي، هو مع أو ضد هذه العادة أو مع هذه العادة، لا. الكاتب تتقدم المجتمعات عبر التنبيه، التحذير. الكاتب مهمته أن يحذر للقبح الموجود في المجتمع، هو ليس من مهمته أن يجمل الواقع، لا، هو يبحث عن نقاط الضعف في الواقع الاجتماعي، يلقي عليها الضوء عبر أسلوبه، عبر لغته، عبر الحبكة القصصية التي يقدمها. هو الآن نزار يكتب عبر وسيلة شديدة الصعوبة وهي القصة القصيرة. الرواية أسهل، المقال أسهل، لكن القصة معروف دائما أن